السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم مع النموذج الاسترشادي الوزاري الثاني لمتعدد التخصصات الصف الرابع. زي ما احنا عارفين إن الوزارة نزلت ثلاث نماذج لكل مرحلة من الصف الرابع إلى الصف الثالث الإعدادي. عملنا امبارح النموذج الاول جزء الرياضيات، والنهارده هنعمل النموذج الثاني ايضا جزء الرياضيات للصف الرابع. السؤال الاول بيقول لي قطر المعين يكونان، يعني القطرين بتوع المعين يكونان ايه، متعامدين ام متوازيين ام غير متعامدين ام متساويين في القياس. طبعا قطر المعين، القطرين بتوع المعين متعامدان، يبقى اختار ألف متعامدين. طيب السؤال الثاني قيمة الرقم 6 في العدد. تعال نشوف العدد، أول 3 أرقام هم، تاني 3 أرقام، يبقى أقول 654,000 و321. قيمة العدد 600 ولا 6000 ولا 60000 ولا 600؟ طبعا خانة مئات الآلاف 600,000، يبقى اختار رقم د. طيب السؤال رقم 3 بيقول لي مليون خانة الآلاف فاضية، خانة المئات والأحاد والعشرات 625، يبقى 1,625,000 ناقص 625 يساوي 1,000 ولا 10,000 ولا 100,000 ولا مليون. 1,625,000 نقصنا منهم 625، يعني نقصنا الجزء ده، أصبح فاضل إيه؟ مليون، يبقى اختار نمرة دال مليون. طيب نمرة 4 بيقول لي أكبر عدد مكون من الأرقام 7 و4 و3. أكبر عدد هنا 7، ده 3 أرقام، يبقى عندي 3 خانات أحاد وعشرات ومئات. أكبر عدد هيبقى في خانة المئات، اللي أصغر منه بشوية في العشرات، والصغير خالص في الأحاد، يبقى 743. جايب لي 634، 347، 743، 473، اختار نمرة جيم 743. نمرة 5 بيقول لي مساحة المربع الذي طول ضلعه 4 سنتي. احنا عارفين ان مساحة المربع بتساوي ايه، طول الضلع في نفسه، يعني 4 في 4 تساوي كام؟ 16. اعطينا 4 8 16 32، بختار 16. نمرة 6 اصغر عدد اولي هو ايه؟ اصغر عدد اولي العدد الذي له قاسمين اثنين فقط، اما يكبر القسم على نفسه او الواحد. اصغر عدد 0 ولا 2 ولا 4 ولا 6؟ طبعا 2. طيب بيقول لي العدد 205 يقبل القسم على 2 ولا 3 ولا 5 ولا 10؟ طبعا أوله عدد أولي 5، ما يقبلش القسم على 2 لأنه مش عدد زوجي. طبعا على 3 نقول 5 و0 هي 5 و2 7، مجموع أرقام العدد لا يقبل القسم على 3، أوله 5 يقبل القسم على 5، يبقى اختار 5. وكده ده النموذج الثاني لجزء الرياضيات متعدد التخصصات، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق، ودمتم بخير.